السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في العام 14 و2000 كانت قد انقضت عدة سنوات على استقرار عبد العاطي في حي المكانسة بالدار البيضاء. افتتح دكانا ورشة تختص في كل ما يتعلق بالماء والكهرباء. في مدخل الزنقة التي تفضي إلى الدكان على عمود للإنارة العمومية ثبت لوحة كتب عليها إصلاح الماء والكهرباء ورقم هاتف محمول، ورسم سهما يشير إلى الاتجاه الذي يوجد فيه الدكان. وعلى مدى كل تلك السنوات التي أمضاها في تلك الزنقة من حي المكانسة والتي قد تكون تجاوزت 10، لم يصدر عن عبد العاطي الأربعيني ما يقلق راحة جيرانه، فقد كان يعيش وحيدا. حين يكون في دكانه فإن علامة حضوره وجود دراجته النارية الخفيفة مركونة بجوار الباب، ولما تغيب الدراجة فإن ذلك يعني أنه مضى لإنجاز أشغال لحساب هذا الزبون أو ذاك. ينادي عليه الجميع بالمعلم عبد العاطي. في المناسبات الدينية الكبرى يحظى بتضامن جيرانه، ففي شهر رمضان مثلا تأتيه الحريرة التقليدية ومعها ما توفر من حلوى أو فطائر من جيرانه، وفي مناسبة عيد الفطر يكون له نصيب من حلويات العيد، وفي عيد الأضحى يأتيه من لحوم الأضاحي. كل ذلك ليس غريبا عن المجتمع المغربي. كان عبد العاطي الذي حسب ما يتداوله العامة ينحدر من نواحي مدينة أكادير. عدا ذلك لم يكن يعرف عنه أي شيء، ولم يكن ذلك يثير كثير فضول. الأهم لدى الناس أن يوفروا قوت أيامهم ويلبوا حاجات أسرهم، ولا شأن لهم بالآخرين من الكادحين أمثالهم. حين يغلق المعلم عبد العاطي دكانه كانت تتسرب من الشباك أعلى الباب، وهو المتنفس الوحيد، الموسيقى والإيقاعات المميزة لمنطقة سوس. كانت تلك الإيقاعات تنساب من الشباك كالماء، منسجمة تماما مع الضوء الخافت الذي يظهر من الخارج. بعيد العشاء يطفئ الضوء وتتوقف الموسيقى. لا يكاد يختلف إيقاع الحياة اليومية للمعلم عبد العاطي. لم يكن يتردد على مقهى، ولم يكن له أصدقاء في الظاهر على الأقل، ولم يكن يزره في دكانه أحد بعد أن يغلق بابه ويخلو إلى نفسه، وإنما هي علاقات عمل تحكم لقاءاته أطراف النهار. وكل من يرغب في خدمات المعلم عبد العاطي ما عليه إلا أن يتصل على الرقم المكتوب على تلك اللوحة المثبتة على عمود النور في مدخل الزقاق. وكثيرا ما اتصل به زبائن أرشدهم إليه من سبق أن أنجز لهم إصلاحات. ما وراء الستار الذي يفصل الجزء الذي يتخذه ورشة عن الجزء الذي يخصصه للنوم لا أحد غيره يعرفه. ذلك عالمه الخاص، حيث يحتفظ بكل ما يخصه من ملبس ومأكل وأسرار أيضا. ذات يوم ضحى شهد رجل يبدو من الشيب الذي غزا رأسه أنه تخطى 50، وهو يكتب على قطعة ورق رقم الهاتف المكتوب على اللوحة التي تدل على دكان المعلم عبد العاطي، ثم اختفى من المشهد. لم يكن في ذلك ما يثير الانتباه، لعله يحتاج إلى خدماته. بعد ذلك شهد عبد العاطي يشتغل في دكانه كما يفعل كل يوم. بعد العصر وكان الدكان مغلقا شهد ذلك الرجل الذي دون رقم الهاتف المكتوب في اللوحة إياها يقف أمام باب الدكان. الذين انتبهوا إلى وجوده قالوا إنه ينتظر عودة المعلم عبد العاطي. لحظتها كانت الحركة دائبة في الزقاق، ولذلك لم يستوقف الاهتمام وجود ذلك الكهل واقفا أمام دكان عبد العاطي،
وفي لحظة ما اختفى الرجل. مساء بعيد المغرب وكما يفعل كل يوم، أدخل عبد العاطي دراجته النارية إلى الدكان وركنها حيث يفعل كل يوم. أنزل سخان ماء قديم يعلقه إلى إحدى دفتي الباب، وتشكيلا من القنوات والصنابير يضعها لتكون علامة لوجود الورشة. جلس على عتبة الدكان، الحركة دائبة، عشرات العائدين من عملهم يقصدون مساكنهم، منهم من يلقي بالتحية وآخرون يمضون لا يستوقفهم شيء. ثم خفت الحركة، دخل عبد العاطي وأغلق الباب، وبينما هو يستعد لتحضير وجبة عشائه سمع طرقا خفيفا. ظن أن الطارق من جيرانه، لأنه لا يتوقع أن يأتيه زبون في تلك اللحظة المتأخرة من المساء. ترك ما كان بصدده وبلا انتظار ودون أن يسأل من الطارق، فتح الباب. لم ير أحدا وظن أن بابه طرق خطأ، ولكن لما هم بإغلاقه جاءه صوت من رجل لم يره بعد. انتظر يا أحمد انتظر، أنا من طرق الباب. في تلك اللحظة ظهر له صاحب ذلك الصوت. نظر إليه عبد العاطي بتركيز، بدا وكأنه لم يعرفه. سأله عن حاجته، ولكن الرجل الذي اشتعل رأسه شيبا تقدم نحوه خطوة أخرى وهو يسأله، ألم تعرفني يا أحمد؟ لا يا سيدي، ثم إن اسمي عبد العاطي. ضحك الرجل وتقدم أكثر وهو يقول، أنا أعي ما أقول، ألست أحمد؟ ألست ابن المختار أحمد؟ كان يسأله بنبرة الواثق مما يدعيه. بدا عبد العاطي غير متقبل ما يقوله هذا الرجل الذي تشي نبرة كلامه بأنه من منطقة سوس. ترك عتبة الباب وتقدم نحو هذا الغريب الذي يستفزه بأسئلته. لم يعد الحديث بينهما خافتا، ارتفعت حدة الخطاب درجة. لست الرجل الذي تبحث عنه. صوته المرتفع جعل بعض النوافذ تفتح لتطل منها رؤوس انتابها الفضول، ولكن الرجل أصر على أنه لم يخطئ العنوان. وليعزز ما يدعيه أخرج من الجيب الداخلي لمعطفه ظرفا استل منه صورة أراها لعبد العاطي، كان لها أثر السحر عليه. أخرسته الصورة، ثم إنه وكأن ساقيه لم تعودا قادرتين على حمله، اقتعد عتبة الباب حيث كان جالسا قبيل المغرب، بينما ظل الرجل الذي طرق بابه مكانه وهو يمسك بتلك الصورة التي جعلت عبد العاطي يتراجع. تقدم أكثر وانحنى عليه، وبصوت هادئ أقرب إلى الهمس قال له، هل أيقنت الآن أنني لا أنطق بما لا أعرف؟ رفع بصره إليه دون أن ينطق بكلمة واحدة، ثم عاد يمسك برأسه بين كفيه. من نافذة في الطابق الأول من المنزل المقابل للدكان ظلت تطل برأسها تلك التي يناديها عبد العاطي بمخديجة، سيدة طيبة تعيش وحيدة بعد أن ترملت قبل بضعة أعوام وبعد أن تزوج كل أبنائها وبناتها. لما رآها تتابع ما يدور بينه وذلك الرجل وكأنه خشي الإحراج، امتدت يده إلى الصورة وأخذها من يد الرجل المشتعل رأسه شيبا، ضمها إلى صدره وصار يبكي. ظل على ذلك الحال ما يقرب من ربع ساعة، وظل الرجل الذي حمل الصورة جافيا على ركبتيه أمامه. من النافذة تبدو مخديجة وكأنها فقدت الخيط الناظم لما يجري. رأت عبد العاطي ينهض متأخرا، سأل الرجل عن اسمه، أبلغه بأنه العربي زوج شقيقته الصغرى عيشة، عاد به إلى سنوات بعيدة من الماضي. شقيقته تلك كانت طفلة لم تتجاوز الثامنة من عمرها لما رحل عن القرية. عانق الرجل ودعاه إلى الدخول إلى الدكان، أقفل الباب، واضطرت مخديجة إلى إغلاق نافذتها لعلها قدرت أنها ستحصل في الصباح على ما يكفي من تفاصيل القصة.
جعل متكئا لضيفه الذي لم يتوقع يوما أن يطرق بابه. أعد براد شاي وهم بتحضير وجبة العشاء، غير أن العربي ضيفه الذي هو صهره أصر على العودة إلى أحد معارفه الذي يستضيفه منذ أن حل بالدار البيضاء قبل أزيد من أسبوع. علم منه أخبارا افتقدها منذ ما يزيد على 20 عاما، ولكن صورة أمه كانت أجمل ما تلقاه منذ رحل عن قريته هناك في أطراف تارودانت، وأجمل من ذلك أنه علم أنها لا زالت على قيد الحياة. في تلك الليلة سمع للمرة الأولى من يناديه باسمه أحمد. في المكنسة حيث يسكن لا يعرف له اسم غير عبد العاطي، وهو يستحضر تلك الذكريات حدث له ما يشبه تحريك المدية في الجرح. أحس بالألم كما أحس به يوم تلقى في ظهره طعنة من أقرب أصدقائه. ها هو يرى وجه الحسن صديق الطفولة، يراه مبتسما كما كان يراه زمن الصبا، يراه مكشرا كالذئب كما صار يتصوره بعد أن حدث الذي حدث. كان أحمد عبد العاطي يحب لويزا ابنة القرية، كانت أسعد لحظات عمره، كذلك كان يراها حين يلتقيها عند البئر، كان يحرص على أن يحدث ذلك في كل مرة صدفة. ولعل الفتاة التي يراها حسناء حسناوات القرية انخرطت من حيث لا تدري في تلك اللعبة الخفية. لم تكن لغة التخاطب تتعدى حدود النظرات والابتسامات. ثم إن صاحبنا أبلغ صديقه الأقرب لحسن بأنه سيطلب من أمه أن تخطب له لويزا. يذكر أن لحسن لحظتها لم يعقب وكان مستغربا أن لا يفعل. الأمر بالغ الأهمية لدى أحمد صديق العمر، وهو يستحضر كل ذلك دمعت عيناه. كان ضيفه يراقب في صمت. أنهى شرب كأس شايه ووقف مودعا، تواعد على اللقاء في الصباح. انصرف الضيف وعاد أحمد عبد العاطي إلى آلام ذكرياته. أياما بعد أن باح لصاحبه لحسن بنيته خطبة لويزا، فوجئ بأن والد لحسن وكان من وجهاء القرية بادر إلى خطبتها لابنه وحصل على قبول والد لويزا الحاج الخضير. انتابت أحمد حمى شديدة ألزمته فراشه عدة أيام. كانت والدته تعد له الوصفة تلو الأخرى من تلك الوصفات الشعبية التي تقوم على الأطعمة والأعشاب، وبها استعاد بعض عافيته. لم يأتي لحسن لعيادته، وأيقن أحمد أن ذاك الذي كان يعده أخا وصديقا وجه له طعنة في الظهر، سيظفر بتلك التي كان يعدها أجمل فتاة في القرية. يعلم أن لويزا وإن خفق قلبها له فإنها لن تقوى على إبداء رأيها، وأن عليها أن تذعن وتقبل. والدها الحاج الخضير رجل لا يعترض على قراراته، وقد أبلغ والد لحسن بقبوله تزويج ابنته لويزا لابنه لحسن. يعلم أنه لم يتقدم لخطبتها، وأنه ما من خاطب طرق باب الحاج الخضير سوى والد لحسن. الذي حدث خيانة بينة من صديق كان يعده وفيا. فكر في أن عليه أن يجعله يدفع ثمن خيانته تلك، ومضى بتفكيره بعيدا إلى حدود التفكير في قتله. لم يفكر قط من قبل في مثل هذا الفعل الرهيب. يعلم أن من القرية من كانوا يلحظون غرامه بلويزا، لا يستطيع أن يتقبل أن يتزوج محبوبته صديقه الأقرب، ولن يستطيع تحمل النظرات الساخرة. قرر أن ينتقل إلى الفعل. لم يعد يرى إلا أن يقتل لحسن الخائن الغادر. لما أحس بأنه استعاد بعضا من عافيته، ذات صباح حمل من البيت مدية كبيرة وقصد إلى البئر. يعلم يقينا أن لحسن سيأتي إلى هناك. اتخذ له مكانا خلف شجرة تين لا تثمر، وما لبث أن رآه مقبلا يردد أنغاما كما كان يفعل دوما. ظن أنه على موعد مع لويزا التي ما لبثت أن ظهرت،
فاجأه بخروجه من وراء شجرة التين، أمسك به ولم يدع له فرصة لاستيعاب الذي يحدث. كانت لويزا تقترب، لعلها لم تنتبه إلى ما يحدث، أمسك به وأسقطه أرضا. وصلت لويزا وصرخت لما رأته يمسك بالسكين يريد أن يذبحه. نظر إليها وقال لها: لقد تزوجت خائنا، لن أذبحه اليوم، فقد تذبحه خيانته في يوم آخر. نهض وانصرف بينما ظل الأحسن لدقائق ملقى على الأرض. لما نهض كانت ملابسه قد ابتلت وحملت عدة بقع موحلة. لم يعد أحمد إلى البيت ولم يعد إلى القرية، واتخذ له اسما عبد العاطي منذ أن استقر في مكناس قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء. كان يريد عبر اسمه الجديد أن يتنصل من حمولة ماضيه الأليم الذي يحمله معه اسمه الأول. في الصباح التقى صهره الذي لم يعرفه سوى بالأمس، واتفق على أن يزور القرية وأمه وعائلته. كان سفرا يحتاج إلى ترتيب. بعد 10 أيام سافر معه إلى تارودانت، ومنها إلى القرية التي اكتشف أنها تغيرت كثيرا. ألقى بنفسه في حضن أمه واحتضنته أخواته. منذ الليلة الأولى علم مآل الأحسن، لقد طلق لويزا بعد أن لم يرزق منها الولد. ثبت أنه عقيم وصار مكتئبا منزويا في منزله لا يغادره. لم يتوقف مطولا عند هذا الموضوع، تلك أمور طواها الماضي.